السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نتقابل كل يوم في العشر الأوائل من ذي الحجة في مجلس صغير، وإحنا بندور أن يكون مجلس علم، لأن دي من أكبر الأعمال الصالحة عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نادى المنادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. فإحنا نطمح من ربنا سبحانه وتعالى أن الخمس دقائق اللي بنتقابلهم دول يبقوا زي مجلس العلم بنحضره مع بعض، وربنا سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تقول لنا: قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. عايز أقول لكم كل يوم معلومة ومعنى ودعوة. المعلومة الأولى، في سؤال بيتسأل: هل لو حد عليه أيام من رمضان، والإنسان اللي فطر في رمضان بسبب أي عذر المفروض قضاء الأيام دي يبقى فريضة عليه، هل اللي عليه أيام من رمضان يصوم الأول التسعة، أو أيا كان هيصوم قد إيه من التسعة الأول من ذي الحجة، يصومهم بنية النافلة، ولا يقضي الأيام بتاعة رمضان في التسعة الأولى من ذي الحجة؟ العلماء على قولين في المسألة دي. جمهور العلماء على جواز، يعني ينفع أنك أنت تصوم الأيام دي بنية النافلة وتبقى تقضي بعد كده. لكن في رأي جميل جدا بيقول أن الصيام اليومين دول ده صيام سنة، وعمل السنة في الأوقات الفاضلة دي حاجة كبيرة قوي، لكن طول عمر الفريضة قيمتها أعلى من السنة. فاللي يعمل سنة في الأيام الفاضلة ياخد ثواب كبير، واللي يعمل فريضة في الأيام الفاضلة ثوابه أعظم. فاللي عايز يعمل الاثنين براحته، اللي عايز يصوم اليومين دول حسب قدرته في الصيام هيصوم كم يوم منهم، يصومهم بنية العشر الأوائل أو التسعة الأوائل، أو اللي عايز يقضي زي ما هم عايز، والاثنين ثوابهم عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. دي كانت المعلومة. المعنى، نفسي أوصي نفسي في التسعة أيام دول، ووصي حضراتكم على عبادة جميلة قوي كان سيدنا النبي متعود عليها، وهي أذكار الصباح والمساء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد الفجر وكل يوم بعد العصر بيقول مجموعة أدعية وأذكار بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ومعروف أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خير من ذكر الله، فأكيد كان بيذكر ربنا بقلبه ولسانه. وإحنا عايزين نحاول نقلد النبي في التسعة أيام دول، نواظب على التأمل والتدبر وإحنا بنقول أذكار الصباح والمساء. عايزك تتخيل لو كل يوم أنت بعد الفجر كنت قاعد كده وبتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ده ذكر التوكل، ده أننا يا رب ببدأ يومي باسمك اللي مش بيتضر معاه أي حاجة. عايزك تتأمل لو كل يوم بعد الفجر وبعد العصر عمال تقول: رضيت بالله ربا، يعني راضي عن أفعال الله اللي هتحصل معايا كلها النهاردة، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عايزك تتأمل لو كل يوم بعد الفجر وبعد العصر بحالة من الحضور كده بتقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الأذكار باللسان فقط مقبولة، والعلماء كما يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار إن أحد مراتب الأذكار المقبولة عند الله إن الإنسان يذكر ربنا بلسانه وهو مشغول بقلبه وعقله في حاجات تانية. لكن تعالوا نتمرن إن إحنا نقول الأذكار دي اليومين دول بالذات في حضور مع الله، وشوف أثر الأذكار دي على قوة وصل روحك بربنا، وشوف أثر الأذكار دي في توكلك على ربنا واستبشارك في بداية اليوم اللي هو بعد الفجر، أو استبشارك في وسط اليوم اللي هو بعد العصر وقبل المغرب. ده وقت الأذكار. وعلى فكرة العلماء قالوا لو الأذكار فاتتك، واحد فاته الفجر يصحى الصبح يقولها، مبقاش فاتني وقتها، والأذكار كمان أنا لو فاتني الفجر يبقى فاتني وقت الأذكار، لكن ما تفوتنيش الأذكار نفسها، أصحى أقولها. من أكتر الأذكار اللي بحبها جدا في أذكار الصباح والمساء ذكر العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. العافية يعني بقاء النعمة والحفظ من المصائب. اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بربنا سبحانه وتعالى من فجاءة المصائب، بحيث أن الإنسان يعيش في استقرار كده. فأنا عايز النهاردة أفكر نفسي، أنا محتاج جدا جدا أفكر نفسي بالمعنى ده. تعالوا نتمرن التسعة أيام دول على أن احنا نقول أذكار الصباح في مواعيدها،
وبالتأمل والتفكر، وشوف أثرها في طمأنينة قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده كان المعلومة عن الصيام، نافلة ولا فريضة، في التسعة الأوائل، والمعنى مرتبط بالمواظبة والحضور في أذكار الصباح والمساء. يبقى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أرحم المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين، اللهم صل وسلم على راحم المساكين صلى الله عليه وسلم. اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا في هذه الدنيا إلا إليك. اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نتوكل في هذه الدنيا إلا عليك. اللهم افتح لنا أبواب الرزق المغلقة، اللهم افتح لنا كل باب طرقناه باحثين عن واسع رزقك يا رب العالمين. اللهم من كان منا في كربة فارزقه فرجا منها يا الله. اللهم من كان منا في ضيق فارزقه سعة من خزائنك يا الله. اللهم أوقف لنا الرحماء من خلقك في طريقنا، اللهم أوقف لنا الكرماء من خلقك في طريقنا. اللهم سخر لنا، اللهم سخر لنا رحماء وكرماء عبيدك. اللهم سخر لنا الصالحين يدلون عليك. اللهم سخر لنا البسطاء يعرفون على رسول الله. اللهم سخر لنا من حسنت خلقتهم ومن حسنت أخلاقهم حتى نحيا معهم فنقتبس من أخلاقهم ومن سمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والجفاء. اللهم ردنا بما قضيت وعافنا فيما أبقيت حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، وردنا بقضائك كله يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. وتعالوا كل مرة كده نتقابل كل يوم على المغربية، ندردش مع بعض في معلومة ومعنى ودعوة.